مصر مستفيده بيها والنادي بتاعي مستفيد بيها. يعني انا سعيد جدا ان انا بعمل حاجه لبلدي. بدات الافكار تتغير في قطاعات كثيره من الانديه. بتبحث عن بطوله، ابحث عن النهارده فرقه فيها مثلا 5 مميزين، في اخر الموسم عايز الخمسه دول 8، الموسم اللي بعده عايز، يعني هي دي ده تشتغل على هذا الكلام.